صباح الخير وصباح الصحة والسلام على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. الموعد اليوم هو كي يجمعنا رفقة الدكتور عبد الخالق الرمضاني أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. صباح الخير، أهلا وسهلا بك دكتور معنا اليوم. تحية لك، تحية لطاقم مجموع، تحية لجميع المستمعات والمستمعين. والحلقة اليوم هي مفتوحة وفيها غادي نجاوبوا على التساؤلات ديال كل المستمعين الكرام، كل ما عنده علاقة بالأعشاب أو بالزيوت النباتية ولا الأساسية. مرحبا بتساؤلاتكم دائما على 05 22 46 72 50 51 أو 52 أو 05 22 80 00 60 61 أو 62. قبل ما غادي نبداو ناخذوا نتواصل مع المستمعين الكرام من خلال المكالمات الهاتفية، غادي نمشيو لمجموعه من التساؤلات معاك دكتور عبد الخالق الرمضاني لو سمحتي. اول سؤال من عند غيزلان 22 سنه، كتقول طالبه جامعيه وبهذا المعنى بهذه العباره، كتقول لك الله يخليك دكتور الرمضاني، حب الشباب عقدني في حياتي تقريبا من السن ديال 19 سنه، انا دابا في عمري 22 عام وانا طالبه جامعيه، كنلقى مشكل كلشي كيسولني من الوجه ديالك بحيث انه الاثار بقات عندي كحله في الوجه ديالي بسبب حب الشباب. تبعت العلاج لمده ديال عامين ولكن بدون نتيجه. الحمد لله كتقول دابا الحبوب ما بقاش ولكن الاثار بقات كحله، اشنو هو العلاج؟ هو بطبيعه الحال يعني هو فعلا كاين واحد العدد كبير ديال الامكانيات بما هو طبيعي، ولكن طبيعه الحال المساله اللي كنديو بها دائما ودائما كنحثوا بها، كنطلبوا السيدات والساده انهم يديروها بالضروري الاستشاره ديال المختص. علاش؟ لانه في بعض الاحيان، وهذه المساله اللي كانت نسوا، هذيك البقعه كيف ما كان اللون ديالها في طبيعه الحال خاصه واحد التشخيص ديال المختص باش كيعرف النوعيه ديالها، باش كيعرف السمك ديالها، لا بروفوندو، العمق ديالها، الحاله ديال البشره اللي معها. بطبيعه الحال كاين الامكانيه مثلا نحن كيكون واحد العدد ديال الكريمات ديال بحال اللي كنقول ديال الزيوت الاساسيه ولا ديال الزيوت النباتيه ولا ديال النقيع ديال بعض الاعشاب الطبيه اللي كتمشي في هذا الاتجاه واللي كتعطينا نتائج مزيانه. كنا واحد المره اقترحنا واحد الكريمه مثلا اللي فيها الاساس ديالها حيت المكونات المائيه ديالها استاذ لافازاكوز ديالها فيها مستخلصات من القهوه، يعني القهوه العاديه اللي حنا كنستعملوها يوميا، واللي داك المستخلصات داك الكافيين اللي كيكون فيها كما كنعرفوا عنده كيلعب واحد الدور في ازاله في التحسين وتسريع الوتيره ديال التخلص من هذه البقع. طبيعه الحال كما ذكرت على حسب النوعيه ديالها، بالاضافه الى بعض الزيوت النباتيه، وكيبقى مثلا زيت ارغان ديال التجميل من الزيوت النباتيه اللي رائعه، بالاضافه الى بعض الزيوت الاساسيه، الزيوت الاساسيه اللي كيبقى منها مثلا نهضروا على اللي متواجد واللي متوفر عندنا في المغرب، كاين الامكانيه ديال الاقتناء ديالو بكل سهوله، اللي هو البيلارغونيوم غوزيوم ولا الجيرانيوم ولا الزيت الاساسي ديال الطرشه. كذلك في بعض الاحيان يعني في حب الشباب كنلاحظوا ان من بين الحويجات اللي كيقدروا يكونوا فيه ديك التعفنات اللي كتكون متعفنه هنايا، بطبيعه الحال هنا كاين واحد الزيت الاساسي اللي هو رائع اللي كيخدم في هذا الاتجاه، اللي هو الزيت الاساسي ديال شجره الشاي او الميلانوكال تيرنيفوليا، اللي هو من بين الزيوت الاساسيه اللي كتعطي واحد النتائج رائعه، اللي كان يكفي ان احنا نحطوا منه واحد النقطه مثلا ولا جوج ولا شنو كنبداو نخدموها في كنحطوا على ديك البقع اللي هي كما قلت اللي هي باين عليها اثار ديال التعفن اللي هي بيستيزي. بطبيعه الحال خاصو واحد الحامل كما كنعرفوا ان دائما كندير واحد السيبور اللي من مواد زيتيه اللي كتبقى مثلا الزبده ديال الكاريتي من بين المستخلصات النباتيه اللي رائعه. اذا زيت شجره الشاي تخلط مع زبده الكاريتي، مع زبده الكاريتي، وكنحطوا على دوك الاثار بواحد هذيك التيج كوطون اللي كنستعملوه للتنظيف ديال الزدون ديالنا. وهنايا بطبيعه الحال تصوروا الموضوع بوحده، هنايا بطبيعه الحال كنهضروا باش كنحطوا على هذيك النقاط اللي عندنا كما قلت متعفنه، وهنا بطبيعه الحال كتسرع بديك الوتيره ديال التخلص من التعفن بواحد الشكل اللي هو سريع
طبيعي طبيعي. واخا الا سمحتي غادي نمشيو للسؤال هذه المره من عند نبيها. كتقول عندي الشعر ناشف زائد المشكل ديال القشره، كتقول بحيث انه عندي جدر ديال الشعر ميدم ولكن الاطراف ناشفه بزاف، كل مره كنضطر انني كنقطع شعري لعل وعسى تحسن الحاله ديالو ولكن بدون نتيجه. اشنو الزيوت اللي نقدر نستعمل بالنسبه للشعر اللي كيكون الجدر ديالو ميدم ولكن الاطراف ناشفه؟ والله يخليك دكتور رمضاني، واش الباتشا ما كضرش الشعر؟ كنعرفوا انه بزاف ديال البنات كيدوروا الشعر ديالهم يعني كل مره اما للجنب اليمين او لليسار باش الصباح يحصلوا على واحد النتيجه اللي كتكون مرضيه، بحيث انه الشعر ممكن يكون في ديك الليونه وديك الرطوبيه اللي كيبغوا البنات كلهم. كتسولكوا فقط الباتشا واش ما كضرش الشعر؟ هي هي ملي كنهضروا على الشعر هما ربما فحال مثلا الاخت هنايا ربما خاصها تعيد النظر في الطريقه ديال العنايه ديالها من الشعر ديالها، بحكم على انه كيف ما كنلاحظوا كما كنا كنعاود شحال مره تطرقنا ليها، هي انه ديك المستخلصات ديال التجميل اللي كتستعمل للشعر للبشره هذه خاصها تكون يعني معزوله بواحد العنايه كبيره، يعني الشامبوان ديالها ولا نعم اي حويجات كتستعملهم خاصها تكون يعني معزوله بواحد الشكل اللي هو كيناسبها بواحد الشكل اللي كبير. كذلك الوتيره ديال العنايه بالشعر هي ديال الغسيل ديال الشعر، نعم يعني بنحاولوا ما امكن ان احنا ما نفوتوش جوج المرات في الاسبوع هذا على في اكثر الحالات. ما نساوش العنايه بالشعر ديالنا تقريبا بالنسبه للسيدات يوميا، يعني يوميا هذيك المشيطه فاش كدوز عليه بطبيعه الحال باش تهنيه من ديك الشوائب ديالو، بلا ما نساو الاهميه كذلك ديال التلوث، الاهميه ديال واحد العدد كبير ديال الحويجات اللي كيوقعوا لنا كذلك نحن في الوسط اللي حنا كنعيشوا فيه، بالاضافه الى العامل النفسي كما ذكرنا اللي هو كذلك يكون مهم وكنعرفوا كذلك التاثيرات ديالو على النوعي وعلى الشكل ديال الشعر. هنا بطبيعه الحال كتبقى الاساس اللي حنا كنبنيو عليه الدرس ديالنا اللي هو التغذيه، التغذيه تكون متوازنه، التغذيه تكون طبيعيه، يعني التغذيه تكون فيها جميع التغذيه ديالنا فاش كتكون متنوعه وفيها الحويجات اللي هما طبيعيين من الخضر من الفواكه من المصدر من الخبز من الذره من الشعير، من يعني هاد الحويجات فاش كتكون التغذيه ديالنا متنوعه بهذا الشكل فهي بطبيعه الحال ما يمكن لنا الصحه ديالنا الا تكون في واحد الحاله هي جيده، وكذلك حتى الشعر ديالنا حتى البشره ديالنا. حنا دائما كنهضروا على التجميل كنهضروا على الصحه ديال الشعر بلا ما نساو على ان التغذيه بطبيعه الحال كتبقى من بين الاسس الاهم ديال بلي العنايه بهاد جوج الحويجات. واخا سولتك على الباتشا واش ماشي مشكل بالنسبه للشعر ديالها واش كدير الشعر ولا لا؟ هي الباتشا داك التجبات ديال الشعر بطبيعه الحال يعني بداك الشكل كيبقى بواحد الشكل اللي هو مقبول، لانه بطبيعه الحال الانسان ولا السيده ما غاداش تمشي في واحد الشكل اللي هو غادي يقص الصحه وغادي يبقى مص يعني فيها داك الضرر للشعر، بخلاف بعض العمليات اللي كتكون ميكانيك اللي كتستعمل هي اللي كتكون فيها تاثيرات على الشعر نتاعك. اما باتشا هكذاك غير بالمشطه وواحد الزيف الشعر ما فيهاش ضرر، هذه طريقه حاجه من الحويجات اللي كنصحوا بها للعنايه بالشعر. وكما ذكرت العنايه بالشعر خاصها تكون يوميا بطبيعه الحال بالطرق اللي حنا ذكرناها. واخا غادي نمشيو نتواصلوا مع المستمعين الكرام في اول مكالمه معنا، غادي نستقبلوا حنان او ناخذوا فاطمه على الخط من تارودانت. صباح الخير فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بغيت نشكركم الاول على هذا البرنامج والله الا تستافدوا منه مزيان. العفو فاطمه ومرحبا بنا تارودانت. بغيت نوجه واحد السؤال للدكتور رمضان. ايه واخا. على الناس اللي كيكونوا في الدراري الصغار، انا عندي طفل عنده 8 سنين والبنت عندها 5 سنين وصاملين نداويهم تنشيلهم هذاك السيلو اللي تياخذوا منه واحد المره معلقه ومن بعد تنشيلهم معلقه اخرى. ومع ذلك تيمشيو شهرين ثلاث شهور تيرجعوا استعملت عاوتاني وميم هذا ولاحظت بان الحنان فهمتي حيت دابا عام هذه وانا تنداويهم وتيرجعوا. ايه. حيت تنعرفوا المشكله بانهم تيتعادوا دغيا. ايه. سمعوا بانهم وميم انا دابا ولاو فيا فهمتي. نعم. فاطمة مازال معنا للأسف قطعنا الاتصال، ولكن السؤال ديالك واضح فاطمة وإن شاء الله ناخذ الإجابة من عند الدكتور عبد الخالق رمضاني. شكرا لك فاطمة. إذا قالت لي المسألة ديال دوك الديدان اللي كيكونوا عند الوليدات عندها في العمر ديالهم عندها 8 سنين وعندها 5 سنين، راه شرحات الدكتور عبد الخالق رمضاني على أنه العدوى كتنتقل ما بيناتهم بحيث أنها وصلت حتى الأم. هي بطبيعة الحال هي فاش كتكون مثلا دوك الأنواع ديال دوك الجرثومات ولا دوك لي بارازيت فاش كيكونوا في الذات في الطفل. أيه. فدائما كنكونوا متاكدين على انهم كاينين في العائله كلها. هذاك الشيء على دائما ما يمكنش لينا نستثنيو العلاج ديال الطفل من العلاج ديال العائله كامله، لقينا فيه طفل واحد. أيه. فخاص الاخ ديالو
الاب والام ولا كاين شي مساعده في البيت، يعني جميع الناس اللي كاينين في ذاك تحت سقف واحد وكيتعاملوا كياكلوا في اطباق واحده وكيتمسوا باليدين وهذا، يعني كاملين خاصهم يتعالجوا. يعني كنركزوا بزاف وهذا العلاج مزيان انه يتعاود. يعني كناخذوا المره الاولى يعني بواحد لا دوز بواحد الكميه اللي كتكون مناسبه وكنعاودوه بواحد المده تقريبا ديال 20 هنا بطبيعه الحال على حساب واش النوع ديال البارازيت، نوع ديال واش لوكسيور ولا شي حاجه اخرى، يعني على حساب هنا بطبيعه الحال كذلك العلاج كيقدر يختلف، ولكن بشكل عام كتكون ضروري ان احنا نعاودوه واحد 10 ايام من العائله كامله، ومن بعد منها بطبيعه الحال يعني مزيان ان احنا نعاودوه واحد مره في العام ولا شنو. بالاضافه الى ذلك كاين بعض الحويجات وقائيين، مثلا ان احنا الاطفال ديالنا كنحاولوا نحيدوا لهم الاطفال ديالهم، كنلبسوهم دي بيجاما يكونوا سيري، علاش؟ لانه ساكغات باش 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 التفادي ان انتقال العدوى عاوتاني من اليد للفم ولا هكا. يعني واحد الاجراءات اللي هي كتبقى ضروريه. يعني انا كنصحها انها تعاودها. هي بطبيعه الحال كاين الحويجات، كاين بعض الحويجات اللي طبيعيين اللي كنديروهم في الماكله ديالنا، مثلا كاين مثلا الزعتر، كاين الثوم، كاين الثوم اللي معروف عليه انها طارده لهاد، لان ما كتحمكي هذيك لا كومبوزون سوفري ديالها ما كتناسبش مع الحياه ديال الجرثومات. يعني يعني راه كاين اللي بقينا عارف فيها ثلاثه الحويجات، الزعتر الثوم والحبق، يعني هادو ثلاثه الحويجات اللي كان امكانيه بحكم على انها معنا اطفال، يعني بقاو هاد الشيء كيتناولوه معنا حتى الاطفال ديالهم. هنا بطبيعه الحال هنا اليوم زدنا اضافه من منفعه اخرى للثوم، بالاضافه الى المنافع الكثيره اللي حنا تطرقنا لها في الاسابيع اللي فاتت. حنا بطبيعه الحال كتكون دائما تكون حاضره في الاطباق، ولا كانت مطبوخه طيبه بواحد الشكل اللي هو مزيان، راه حتى الاطفال كيحبدوا رائحه ديال الثوم، وبطبيعه الحال كتكون عندها تاثيرات على الصحه نتاعها. وراه كنا فاطمه سبق وعطينا الطريقه اللي كنت من الاوفياء ديال البرنامج، ذكري معنا الطريقه اللي كان عطى الدكتور عبد الخالق الرمضاني ديال الثومه اللي مهمه بزاف وفيها فوائد كثيره للوليدات ديالنا، خصوصا وحنا ان شاء الله الشتاء على الابواب، كيحميهم يعني من بزاف ديال المشاكل الصحيه، ومن ناحيه هاد الديدان ولا الحنيشات اللي كيكونوا عند الوليدات. وكان عطى الطريقه اللي هي سهله بزاف، حيث كان نحصلوا على واحد الكريم ولا واحد بات يعني اللي كتكون بالنسبه للوليدات كيدهنوها في الخبز كل صباح، وكتكون مفيدة بزاف، وحتى المذاق ديالها كيكون مقبول عند الوليدات وما كيعرفوهاش واش تومه ولا لا. فممكن انك ترجعي للحلقات اللي كانت مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني وغتلقاي الطريقه بالضبط اللي كان عطى بالنسبه للتومه. غادي نمشيو هذه المره من بعد فاطمه نستقبلوا في مكالمه اخرى معنا، ناخذوا هذه المره نجاة على الخط من مدينه فاس. صباح الخير نجاة، اهلا وسهلا بك معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس اختي؟ مزيان كلشي الحمد لله. نجاة مرحبا بك. شكراكم اختي على هذا البرنامج بزاف. العفو، مرحبا اختي. بغيت نقول لك انا عندي سنة مفرطة بزاف وهادشي كيعذبني بزاف صراحة، ديالي معرفتش شنو هو الحل ولا معرفتش زعما شنو اللي غادي ندير. نجاة راه ما كنسمعوكش مزيان، الا سمحتي شوية لاباغي ديال التليفون بعديها شوية على الفن ديالك باش الصوت كيكون واضح أكثر. قلتي عندك مشكل ديال الوزن، عندك مشكل ديال الوزن. شحال واصله؟ شحال واصله نجاة دابا الوزن ديالك؟ 120 كيلو. 120 كيلو. فين كتسكني؟ فاس، مدينة فاس. نعم. شحال السن ديالك؟ 30 سنة. شحال نجاة؟ 30 سنة. 30 سنة. نعم. واخا. ما حاولتي تشوفي أخصائيين نجاة أو لا؟ نهائيا؟ ما عرفتش صراحة الله. ما مشيتيش؟ نعم، والحمد لله والصحة ديالك نجاة، الحمد لله ما كاينش أمراض، داء السكري أو مثلا الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، ما كتعانيش الحمد لله من شي أمراض. لا. لا. نعم، واخا نجاة إن شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك، وشكرا لك نجاة. إلا سمحتي ما تقطعيش، رجعي لعند سميحة باش تاخذ الرقم الهاتفي الخاص بك، وهكذا دكتور عبد الخالق الرمضاني يقدر يتواصل معك ويفيدك إن شاء الله بالكثير من النصائح. نجاة شكرا لك، تواصلتي معايا من مدينة فاس. ولكن الغريبة نجاة، لأنه لما كنتكلموا على النقطة ديال السمنة ولا ديال الوزن الزائد لدرجة يعني اللي واصلة لحد السمنة، دكتور عبد الخالق الرمضاني وحتى الوزن راه فيه درجات، كيتطرح السؤال الانسان فين كيكون؟ لانه قبل ما توصل ل 120 كيلو راه كانوا اعداد اخرى اللي انت مريتي منها، راك وصلتي ل 80، وصلتي ل 90، وصلتي ل 90، وصلتي ل 100، من بعد وصلتي ل 120. فكتسال الانسان في هذه المراحل علاش ما طرحش هذا السؤال؟ نعم، هي حيت ملي كنهضروا على السمنه في هذا السن هذا، يعني كاين واحد العدد كبير ديال الاحتمالات. نعم.
كاين احتمال على انها سمنه منذ الطفوله. نعم. يعني من السن ديالها. اييه. وكما كنعرفوا راه الطفل اذا كان الوزن ديالو زائد بطبيعه الحال كاين واحد الاحتمال كبير على انه انسان يوصل لواحد السن ويبقى تبقى فيه النسبه ديال السمنه. كذلك يعني كاين واحد العدد كبير ديال كما ذكرنا هنا غنقولوا على واحد شي احتمالات من هذوك. كاين كذلك بطبيعه الحال واحد العدد كبير ديال التحاليل ديال الحويجات اللي خاصنا نقلبوا عليهم باش كنشوفوا اشنا هي المسببات ديال السمنه. حيت بطبيعه الحال السمنه ماشي دائما يكون السبب ديالها هو الجلاس والماكله. يعني راه في بعض الاحيان كتقدر تكون عندها مشاكل يعني مسببات اخرى اللي بطبيعه الحال حتى هي خاصنا نبحثوا عليها. وكيف ما ذكرتي هو فعلا واحد العدد كبير ديال الناس كيكونوا كيعانيوا من السمنه وكيتعطلوا واحد شويه باش كيبرزوا هذيك الحاجه ديالهم على انهم ياخذوا بروندر اون شارج هذا المشكل هذا. اش كيتسناو للاسف في اغلب الاحيان حتى كتولي واحد يعني بعض المشاكل ولا بعد التاثيرات. يعني الانسان ما كيبقاش كيقدر يتحرك بزاف. الانسان كيقول عنده مشاكل ديال الركاب يعني الانسان كيقول عنده تاثيرات اخرى على الصحه نتاعو. يعني حتى كنتسناو للاسف حتى كتولي واحد الحالات عاد فاش كتولي عندنا واحد الحاجه ملحه ان احنا نستشروا ان ناخذوا بعين الاعتبار هاد المشكل هذا. وسمح لي دكتور عبد الخالق قندلي انه كتاسفوا لما تلقاو مثلا كاين بحال الحاله ديال نجات ناس كثار 30 سنه راه الطابق الثاني يعني الا كان ساكن في دوزيام ايطاج راه ما كيوصل حتى النهجه يعني كيوصل لواحد الحاله وكيقول لك راه بحال غنتوقف كيولي عنده ضيق في التنفس الدروج ما كيقدرش يطلع فيهم. هي بطبيعه الحال هي كما ذكرت انا كيبداو تاثيرات جانبيه مثلا كيولي مشكل مثلا بغيت نمشي للمارشي بغيت نمشي ندير لي ماكازان بغيت نمشي ندير تمارين رياضيه يعني كتولي عندي واحد الحاجه واحد الحاجز قدام هادشي اللي خاصني نخرج منه. انا بطبيعه الحال هنايا بالنسبه للاخت وبالنسبه للاخوان كاملين الناس ولا الاخوات ولا الاخوان اللي كيعانيوا من مشكل من السمنه المفرطه بطبيعه الحال كما ذكرنا فضروري انها تكون واحد لا بريزون شارج ضروري تكون واحد المتابعه. وهاد المتابعه بطبيعه الحال راه ماشي عندها غير البعد يعني ماشي على الطبق ماشي على التغذيه بوحدها بطبيعه الاحيان بطبيعه الحال كما ذكرت في اغلب الحالات كنحتاجوا كذلك واحد ملتي ديسيبلينير واحد العدد كبير ديال التخصصات كنحتاجوا يعني مختص في الغدد عطينا كذلك الراي ديالو مختص في بعض المشاكل الاخرى مثلا حتى المشاكل ديال العظام ديال المفاصل كذلك كنقدروا نحتاجوا اختصاصي مثلا اذا كانوا عندها تاثيرات اخرى ثانويه هي حاضره في حال القلب في حال مشكل السكر في حال ولا شي مشكل ميتابوليك اخر بطبيعه الحال. وهنا كذلك كنحتاجوها في واحد العدد كبير من الحالات يعني واحد اللي كنسموه حنا الكوتشينغ ديال لوبيز ولا ديال لوبيزيتي اللي هي خاصه واحد ناخذ بعين الاعتبار التاثير النفسي او الحاجز. بعض المرات كنلقاو حاجز نفسي يعني الانسان كيف ما ذكرتي كيولي عنده واحد الحاجز كاين الجسم ديالو حابسه كذلك حتى النفس ديالو كتولي حابسه يعني كيعيا واحد التعب كيخاصو بطبيعه الحال مختص في هذا الاتجاه هذا اللي كياخذو حتى هو باليد ديالو. اذا كما ذكرت يعني في بعض الحالات كنحتاجو ان هاد لابريزون شارج ما يكونش فيها واحد التخصص واحد ما يكونش كافي كيكون كنحتاجو في واحد العدد كبير من الحالات على يعني انه يكون واحد ثلاثه ولا اربعه تخصصات اللي كياخذوا بعين الاعتبار كياخذوا اون شارج هاد الحاله هذه. نعم ولكن غير سمح لي نجت انه سمعتي المكالمه ديالها دكتور عبد الخالق قرمين قالت لك ما عرفتش اول تخصص ممكن تبدا معاه نجات شكون؟ هي بطبيعه الحال هي يعني خاصها دير واحد العدد كبير ديال التحاليل يعني اذا التحاليل ممكن تشوف غير طبيب عام ممكن طبيب عام اللي عنده ميول على التغذيه باش كيبدا واحد العدد كبير ديال التحاليل باش كيشوف فين شنو هي المشاكل مكامن ديال الضعف فين كاين عندنا اختلالات وبطبيعه الحال من تما كيوجهها واش المشكل الطبيب ديال الغدد واش اولا كنبقاو غير في مثلا في النصائح ولا في التغذيه ولكن في الحاله في حال ديال الاخت يعني مزيان ان تكون هاد النصائح بواحد الشكل اللي هو مسترسل. علاش يعني بحال هاد الحالات هادي يعني داك التشخيص اولا لو سويفي ديالها كيخصو يكون تقريبا على الاقل مره في الاسبوع. نعم. علاش لانها كتقدر مع الوقت كتبدا تحس بواحد يعني بواحد الملل وهذا الملل يعني دابا كنت في الاول كنلعب كنحاولوا ان احنا نموتيفيوها ان احنا نشجعوها ان احنا النفسيه ديالها نعم.
تولي غادي في الاتجاه ديال انني باغا نبرع باغا نتهنى من هذا المشكل. يعني كتكون الاراده بطبيعه الحال هذه الاراده كي خاصنا نعاونها باش تحافظ عليها. هذاك الشيء علاش كنبقى داك المراقبه المسترسله، حيت من اسبوع الانسان كيبدا يضعف، خاصو عاوتاني نعاودو نشوفوه، نعاودو نبداو الشحن ديالو باش كنعاودو نبداو غاديين في نفس الاتجاه. واللي نبغي نقول لها عليه وانه راه واحد العدد كبير ديال السيدات وواحد العدد كبير ديال الساده واصلين 150 ربما كيلو 140 كيلو ربما اكثر منا، الحمد لله بالاراده وبواحد التعامل ديال المختصين، يعني بشكل اللي هو ممتاز. وهو كما كنقول بيرسوناليزي، وهنا كنبغي ناكد على المساله ديال لابيرسوناليزاسيون، بمعنى ان الحاله ديالك راه وحيده في العالم، وكما كل انسان مثلا راه حاله بوحده في العالم، يعني المختصين غياخذوا بعين الاعتبار هذه المعطيات هذه. تاكدي انك اذا كانت عندك الاراده راك غتنجح. نعم، يعني نجاح ما كيكفيش مثلا انك تلقاي نظام غذائي اللي ربما عفوا كانوا جربوه مثلا الناس وعطاهم نتيجه كيعني انه غيفيدك حتى انت، لا، لانه كيف ما شرح دكتور عبد الخالق رمضاني كاين ربما الكثير من الامور غير المساله ديال الهرمونات بوحدها راه فيها ما يتقال. وحنا كنتكلموا مثلا على المراه اللي عندها الوزن ديال 120 كيلو، ولكن نجاح كل شيء ممكن. الناس كانوا في 150 كيلو، كانت مستمعه اللي في 136 كيلو كنحييها بزاف لان كانت وصلت معنا في احدى الحلقات، وصلت ل 82 كيلو فقط بالنظام الغذائي وبالحركه. غادي نمشيو نتواصلوا دائما مع المستمعين الكرام. استقبلوا حنان على الخط من قرسيف. مرحبا بك حنان. حنان صباح الخير. حنان كتسمعينا؟ ولا سمحتي بعدي على الراديو حنان. الو، اهلا وسهلا بك، مرحبا بك. مرحبا بكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حنان اختي لاباس؟ الحمد لله. عندي واحد ثلاثه الاسئله للدكتور. واخا، شنو هو السؤال الاول؟ بنتي حالي عندها الشعر شويه خفيف وبغيت شويه شي حاجه باش تقوى لها الشعر. شحال في عمر البنيته ديالك حنان؟ عندها 3 سنين. 3 سنين، اييه. وشويه عندها الكحه في هاد الوقيته ديال الاخر، كندير لها الثوم هكا التيشه داك الشيء باش مزيان. اييه. وباش تحنا الدكتور. واخا. شي حاجه اللي والسؤال الثالث، واحد الاخت ديالي قالت لك واش الحلبه كتزيد الحجم ديال الثدي. اييه. ديال الحلبه. الزيت ديال الحلبه. فاتصلت مع الدكتور. واخا. الله يجازيك بخير. نعم. شكرا. العفو، شكرا لك حنان، تواصلتي معنا من قرسيف. اذا نبداو بالسؤال الثالث لانه مهم جدا، نرتبه على حسب الاهميه. دكتور عبد الخالق رمضاني، الكثير من الفتيات لانه لما كندخل شخصيا مثلا لمجموعه ديال المنتديات او لهك دي جروب اللي كيكونوا في واتساب او لا، كتلقى معلومات اللي كتروج ما بين النساء وما بين البنات، فبزاف مثلا كتقول لها ديري زيت الحلبه، الغرض هو التكبير ديال الثدي. فزيت الحلبه واش فعلا عنده هذه الخاصيه ولا لا؟ مع العلم لانه كانت وحده من الحالات اللي سبق وتواصلت معنا في برنامج صحه وسلامه وكنذكرها مزيان دكتور عبد الخالق رمضاني، قالت مباشره لما استعملت زيت الحلبه كانوا بانوا عندها يعني بحال حبيبات قاصحين، من بعد بان على انه ولسيس وخضعات العمليه جراحيه باش تحيدهم، وقالت على انه الطبيب قال لها السبب هو زيت الحلبه، بحال يعني الجسم ديالها دار واحد الرياكسيون يعني بهذا المفهوم هذا وخضعات العمليه جراحيه. فهنا زيت الحلبة واش فعلا عنده هاد الخاصية وهاد المعلومة اللي كتروج ما بين النساء على انه زيت الحلبة كيكبر الثدي، واش فعلا كاينة علميا ثابتة؟ علميا ثابتة ما كايناش هاد، باش ما كاين، باش نبداو باخر جواب مباشر. اذا كما ذكرنا فهي علميا ثابتة على ان كاين شي مادة طبيعية اللي كتكبر الحجم ديال الثدي. نعم. شي منطقه اخرى في الذات، وهذه كنلقاوها كما ذكرتي واحد العدد كبير ديال المنتديات، واحد العدد كبير ديال ربما حتى الناس اللي كاين بعض الوحدين اللي كيروجوا فحال هاد كنسموها مغالطات، لانها علاش مغالطات؟ لانها علميا ما كايناش، ما ثبتاش، يعني ما كايناش شي حاجه اللي ثبتت علميا في هذا الاتجاه هذا. هو الحلبه بالاضافه الى بعض الاعشاب اخرى، كذلك الى بعض الخضار كذلك، معروف على انها من بين الحويجات اللي فيها كاين اللي فيهم ليزوفلافون، كاين اللي فيهم واحد المكونات اللي العمل ديالها في الوظيفه ديالهم في الداخل الذات ديال الانسان قريبه للوظيفه ديال الاستروجين. هذا ربما كيمهمل هنا كتمشات هذا الفكر. هذا هذوك ليزوفلافون ولا هذيك المواد اللي شبيهه
العمل ديالها بلي زوستروجين اللي نبغيو زعما السيدات والساده يعرفوا هو ان الفعاليه ديالهم راها يعني هما بواحد الكميه اللي قليله وقليله وقليله بزاف، ولكن عندهم واحد الفعاليه خاصه عند المراه كيناسبوها باش تكون في صحه جيده. يعني ما عندهمش شي تاثيرات كثار، بالعكس يعني كيخليوها بصحه جيده. ولكن الزيت ديال الحلبه اللي هو عباره عن نقيع ديال الحلبه، يعني مستخلص ديال النقيع ديال الحلبه هو اللي كيكون مسوق، فهو ما واصلش على انه تكون عنده شي تاثيرات اللي كمستخلص. شنو هو اللي يقدر يكون عنده تاثيرات بواحد الشكل؟ هو الزيوت الاساسيه، خاصه الزيوت الاساسيه اللي فيهم اللي كنسميهم لي ديتيربينول. شنو هما لي ديتيربينول؟ مثلا سكلاريول. شنو هي سكلاريول؟ فين كنلقاوه؟ مثلا كنلقاوه في لاسالفيا سكلاري. هذا المكون هذا بطبيعه الحال معروف عليه لانه يعني مباشره، هنا نبغي هذه المعلومه هذه تنوطها عند جميع المختصين. اوستروجين لايك معناه كتكون عندهم واحد الفعاليه اللي كت يعني تقريبا بحال المواد ديال الاستروجين، لدرجه ان حتى في موانع الاستعمال ديال هاد الزيوت الاساسيه باش نعرف كما كناكدوا على جميع السيدات والساده على ان الزيوت الاساسيه راه هي مستخلصات اللي فعاله في واحد المكونات اللي تقدر تكون عندها واحد التاثيرات كبيره بزاف، وكذلك يعني حتى التاثيرات الجانبيه تقدر تكون كبيره بزاف، لدرجه ان هاد الزيوت الاساسيه هادي اللي فيها هاد المواد هادي كتقدر تكون عندها نفس موانع الاستعمال اللي كاينه عند الكينه مثلا ديال منع الحمل. نفس موانع الاستعمال كتكون حاضره، درجه انها كنلقاوها مثلا كونتر انديكي حتى عند لي زيتا دو ماستوز، لي زيتا دو كونسيروز، يعني حالات اللي عندها الحالات المرضيه اللي تقدر تكون عندها علاقه مع الهرمونات خاصه عند المراه. اما تاثيرات ديال الحويجات بحال هادو مثلا زيت ديال الحلبه او لا شي مستخلص اخر ك يعني لتكبير واحد المنطقه في الجسم، فهي علميا وهذا كنبغي نسطر عليها علميا ما تبتش. نعم غادي نمشيو هذه المره باش نجاوبوا على السؤال ديال هاد الثاني. بالنسبه لحنان سولت على البنيته ديالها في عمرها 3 سنين وقالت انه الشعر ديالها خفيف، واش ممكن انها تستعمل لها شي زيوت او لا شي اعشاب باش تزيد القوه في الشعر ديالها؟ انا بطبيعه الحال هنايا كما كنعرفوا فاش الطفل ولا الطفله في الصغر ديالهم في طبيعه الحال كيكون الشعر ديالهم بواحد النوع، ربما في اغلب الاحيان كيتغير ملي كيبداو يكبروا. انا بطبيعه الحال اهم حاجه كنبغي نركز عليها هي انها تحافظ على التغذيه ديالها، تحاول ما امكن ان التغذيه ديال ديك الطفله، يعني كما كنلاحظوا دابا للاسف على ان كاين واحد الاغلبيه ديال السيدات والساده يعني كيمشيو كيركزوا على الحويجات اللي هما ما تسموش ثانويين ولكن من الاحسن بلاش منهم. مثلا كيمشيو كنلقاو بزاف ديال لي بيسكوي، بزاف ديال لي ياغورت، بزاف ديال لي الحويجات اللي ما كيعجبنيش فيهم هو ديك الحلاوه بالزيت. والحلاوه بالزيت بطبيعه الحال كما كنعرفوا عن الطفل كتخليه ما كيمشيش كيقلب على مصادر ديال التغذيه اللي هي صحيه، خضار فواكه، يعني كيبدا يفضل. وبطبيعه الحال هو طبيعي لانه هو غادي يفضل حاجه حلوه، غادي يفضل على حاجه اللي فيها واحد المنافع كثيره على الصحه ديالو بما فيها الصحه ديال الشعر. ما كيمناش انه بالاضافه الى هذا النظام الغذائي اللي خاصو يكون متوازن ومتقاد على انها تبدا تستعمل بعض الحويجات اللي كيكونوا بصاد بعض الزيوت النباتيه كرسيف، يعني في النواحي من بين الحويجات اللي هما متواجدين يعني كاينين وفي المتناول واللي كتبقى يعني من بين المصادر العالم اللي كاينه في العالم اللي هما مثل الغسول، يعني الغسول راعر قريب لدرجه واحد العدد ديال الناس ديال الكرسيف خدامين في الغسول، يعني الغسول مع بعض الزيوت النباتيه بحالاش مثلا بحال مثلا الزيت اللي متواجد عندهم مثلا هو الزيت النباتي ديال الزيتون اللي متواجد الحمد لله بواحد وهذا الموسم ديالو دابا وهذا الموسم ديالو. كذلك يعني بالاضافه الى ذلك تما كاين نيت في النواحي ديال الكرسيف معروفين بالزيت الاساسي ديال الازير. أيه. واللي في واحد العدد تيكون بجوده عاليه واللي واحد العدد كبير ديال الحالات كيكون افيربينون بواحد الماده. هنا بطبيعه الحال يعني في الشعر ديال الطفله ديالها تضيف واحد النقطه
ديال الزيت الاساسي ديال الازير نقطه واحده كما ذكرنا اللي تكون مخلطه مع زيت الزيتون اولا داك الزيت النباتي اللي غادي تستعمل كتنقع فيه ازير مثلا اللي كيبقى من بين الحويجات اللي مهمين للمحافظه على الصحه ديال الشعر. نعم، ربما الجواب غيكون واضح بالنسبه لسؤالها الثالث. البنيته عندها الكحه كتستعمل ليها الثومه في التشيشه، قالت واش مفيده للبنيته؟ هاد الخلطه هذه ديال ممتازه رائعه مع شويه زيت العود بطبيعه الحال عندها واحد القيمه غذائيه كبيره بالاضافه الى المنافع اللي كاينه فيها. مثلا كنهضروا على الشيشه، كنهضروا على السكريات، كنهضروا على الزنك، وكنساو الاهميه ديال الزنك واللي كيبقى شعير من بين المصادر ديالو الرائعه كذلك. يعني واحد العدد كبير ديال المكونات اللي كاينه في هذه الخليطه. هذا كذلك فاش كتكون الثوم، اللي كنهضروا على الثوم من بين الحويجات اللي فيه الليين، كذلك فيه واحد العدد كبير ديال المكونات اللي هما نافعين اللي كيعاونوا انتيسيبتيك كاريمون ديال المسالك الهوائيه. زيت الزيتون بطبيعه الحال هضرنا عليه، واحد العدد كبير ديال الحويجات في المنافع ديالو، ولكن هذا ما كيمنعش على ان هذيك الكحه ضروري يكون واحد التشخيص. دائما كنبغيو يكون واحد التشخيص. علاش؟ باش ما تكونش عندنا واحد النوع ديال الضيقه الله يحفظ، ولا شي حاجه هكا اللي خدامه اللي كتكرفص لينا هذيك البنيته وحنا ما كنتعاملوش معها كيف ما خاصنا نتعاملوا. اذا بالاضافه الى هذه الحويجات اللي كتستعملي مزيان تكون واحد الاستشاره واحد التشخيص من عند مختص. واخا، من بعد حنان من جلسي في هذه المره غادي نرجعوا باش نستقبلوا اسماء على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير اسماء، اهلا وسهلا بك معنا. بارك الله فيك. السلام عليكم اخت عافاك. وعليكم السلام ورحمه الله اسماء. دايرين بخير لاباس؟ الحمد لله، مرحبا بك. عافاك اختي عافاك، بغيت نسول الدكتور عبد الخالق الرمداني على واحد الوصفه بغيت نستعملها. واخا. يعني بغيت نقص شويه من الوزن وبغيت نستعمل واحد الوصفه، ولكن بغيت نستشر مع الدكتور عاد نستعملها. واخا، اول حاجه اسماء شحال في العمر ديالك؟ عندي 21 عام. واخا، الوزن والطول شحال؟ متر و62، دابا حاليا كنوزن 84. ايه واخا. وهاد الوصفه هادي يعني كنتبع يعني حميات صراحه، كنتبع حميات، ولكن الحميه المشكل ديالها انك كتتبع كتنقصي، ولكن دغيا كتزيدي في الوزن ديالك. وقلت لي سمعت على هاد الوصفه هادي. أيه. فيها القرفه والسكنجبير والخرقوم، وهذا هو السكنجبير والكمون والحامض. وبغيت نستعملها، ولكن سمعت ان القرفه عندها شيء، يعني الا كنا كنستعملها يوميا عندها اضرار يعني الكلاوي وهذا، وبغيت نسول يعني الدكتور واش هاد الوصفه يعني صراحه انني نستعملها واش بصح نيت كتنقص الوزن. نعم، اشنو الوصفه؟ شنو نصحوك على انك غتاخذي القرفه، السكنجبير، الكمون، شنو مطحونين؟ مطحونين القرفه. اييه مطحونين 4 معالق القرفه ومعلقه الكمون، نص معلقه السكنجبير، وجوج طرونش ديال الحامض، وهادشي اللي فيها السكنجبير والخرقوم، وهذا السكنجبير عفوا والحامض. اييه وين فيها 4 مكونات والكمون. اييه شنو الكمون والسكنجبير والقرفه والحامض، واشنو كتعمليهم في الماء؟ كنعملهم انا مازال ما استعملتهاش، انا دابا غير استشرت مع الدكتور غنسيبها. إيه. كتخوي عليهم الماء الطايب وكتخلي من مده ديال 10 ديال الدقائق، وكتشربيهم قبل الماكله ب 20 دقيقه ثلاث مرات في اليوم. واخا، واضح اسماء ونجاوب على السؤال ديالك ان شاء الله. بارك الله فيك اختي. شكرا. شكرا لك اسماء تواصلتي معنا. اذا قالت نصحوها ولا قرات في الوصفه على انها خاصها تستعمل القرفه مع سكنجبير مع الكمون ومع دوائر ديال الحامض، شرحت على انه خاصها ديرهم في الماء طيب وتشربهم 3 ديال المرات يوميا. دكتور عبد الخالق الرمضاني، العمر ديال اسماء 21 سنه، متر و62، والوزن 84 كيلو. هي اول حاجه غادي نمشي لها هي المصطلح ديال الحميه. نعم. هي ربما وقيله دابا جميع الاخصائيين ديال التغذيه، يعني يكونوا اطباء ولا غير اطباء، يعني كاملين متفقين على ان المصطلح ديال الحميه مصطلح اللي ما خصوش يبقى. نعم. يعني فاش كنقولوا واحد الحميه نفضلوا نظام غذائي. ملي كنهضروا على النظام الغذائي هنا، والخير دليل على ذلك هو انه واحد العدد كبير ديال الناس ملي كيديروا واحد الانواع ديال الحميات، ملي كنقولوا حميات يعني واحد التغذيه اللي كتكون ريستريكتيف، معناها كنقصوا بعض المكونات، واحد المكونات في بعض الاحيان كتكون اساسيه، النتيجه في اغلب الاحيان اللي كتكون كيكون واحد العدد كبير ديال النتائج اللي هي سلبيه. غنذكر منهم جوج، اولهم هو انه اغلب الاحيان هذوك الناس كيخرجوا بواحد لاكارونس، واحد النقصان في بعض المكونات الغذائيه. يعني فاش كنديروا شي تحاليل خاصه الا كانت الاستشاره ديال واحد لو ميكرو نيتريسيونيست، يعني واحد الاخصائي في لا ميكرو نيتريسيون، اللي كيشوف اللي كيبحث على بعض المكونات يعني اللي ضروري، يعني انواع ديال الفيتامينات، انواع ديال
احماض الامينيه بعض الانواع ديال الاملاح، فكنكون نقصان ديالهم. والسبب كيكون في اغلب الاحيان هو هذيك الحميه. علاش؟ لان ما عطاتناش للذات ديالنا هاد المصادر اللي هما مصادر في بعض الاحيان كنحتاجوهم بشكل يومي. اذا نفضلوا ان يكون نظام غذائي. بالاضافه الى ذلك، فالذات ديالنا راه ذكيه، يعني راه عندنا واحد لوجيسيال اللي خدام لينا. ملي كنبداو معاها الحميه فالذات ديالنا حتى هي كتعامل بواحد الشكل اللي كتفكر كتخمم. مثلا الا بديت كنقص مثلا راه كيبداو يتحركوا الهرمونات وداك الشيء، كيبداو يقولوا هاد السيد علاش عطينا الماكله ناقصه، اذا كتهبط اللي كنسموه حنا الميتابوليزم دو باس، او يعني كتهبط من هذيك من ديك الطاقه اللي هي كتحتاجها. نعم، يعني كتهبط من الحاجيات ديالها. نعم، كتهبط من الحاجيات ديالها باش تلائم مع داك الشيء اللي كتعطيها. وكتعقل على هذه الحاله اللي درتي ليها لدرجه انه من بعد تقدر الاخت ولا اي واحد يجرب نفس الحميه اللي كان دارها المره الاولى واللي عطاته نتائج مزيانه، ما تعطيش تعطي واحد النتائج يلاه واحد الاسبوع علاش، ومن بعد داس كتقول هاد السيد راه غيدير لي وقيله بحال الحميه اللي كان دار لي واحد العام هادي ولا عامين ولا 10 سنين. الجسم عنده ذاكره، الجسم عنده ذاكره في هذا الاتجاه، ودغيا لا توالم مع هاد الحاله هادي. يعني هنايا علاش كنركزوا على ضروري ان تكون انيجين دو في، انيجين دو في اللي داخله فيها بطبيعه الحال النظام الغذائي اللي هو دائم اللي كنقدروا عليه وكيقدروا عليه عائلتنا، واللي نبقاو دائما كيخلينا وسط الوسط ديالنا. يعني ماشي ذاك النظام الغذائي اللي كنقول لا راني الصينيه ديالي بوحدي راه كندير الريجيم انتوما. نعم، يعني حتى بالنسبه للناس اللي كيكونوا كيعانيوا من الامراض مثلا داء السكري، حتى هما كنصحهم على انهم ياكلوا مع العائله. علاش؟ لان النظام الغذائي ديالو راه كيوالم، خاصو يوالم العائله كامله. كيقول لك لا راه ما كياكلش معنا حيت. اذا هادو هما النقاط اللي بغيت نهضر فيهم. بالاضافه يعني كاين واحد العدد كبير ديال الحويجات اللي كيخليونا ان احنا المساله ديال الحميه، المساله ديال هكا كنتفاداوها، كنحاولوا نمنعوها كرمو لانها كتكون عندها تاثيرات سلبيه. فيما يخص بعض الاعشاب الطبيه، الاعشاب الطبيه كاين بعض الاعشاب الطبيه اللي كتعطينا ذاك الاحساس بالشبع. كاين بعض الاعشاب الطبيه اللي كتعطينا داك اللي كتحاول كتطلع لينا من داك من الميتابوليزم، يعني من الحراره، من يعني من داك الحرق. نعم، معدل الحرق يطلع شويه. بحال مثلا القرفه، سكينجبير معروف عليه على انه من بين، يعني فاش كنهضروا على السكينجبير مثلا في الطب الصيني معروف عليه على انه البوتونسياليز كاع، يعني كيستعمل لدرجه انه في جميع الوصفات الصينيه كنلقاو السكينجبير حاضر، لانه معروف عليه لانه دائما كيخدم بسينرجي، يعني كيكثر من الفعاليه ديال اغلب الاعشاب اللي حنا كنستعملوها. يعني الكمون معروف عليه لانه كيسرع من العمل ديال الامعاء ديالنا، كيسرع هذاك البريستاسيون، وبذلك ينقص كيسرع علينا من الوتيره ديال ان حنا نتخلصوا من واحد العدد كبير ديال الحويجات اللي حنا كليناها وما كيبقاوش يسجلوا بزاف في الامعاء ديالنا، وبالتالي ما كتكونش ديك العمليه ديال الامتصاص اللي كتبقى كثيره واللي كتبقى شحال ما طول الوقت شحال ما كتكون اكثر. يعني هادو علاش كاين بطبيعه الحال كاين اعشاب اخرى اللي كتفي كذلك في هذا الاتجاه، لان الحبق كيف ما ذكرته قبيله حتى هو كذلك يمشي في هذا الاتجاه. كاين بعض الاعشاب اخرى اللي كتدخل كذلك حتى هي اللي ولات كتستعمل اللي فعلا كتمشي في هذا الاتجاه، مثلا النافع، مثلا البابونج كذلك، الكامومي، هادو كاملين اعشاب طبيعيه. بطبيعه الحال كاين اعشاب اخرى اللي كتكون المصدر ديالها بالصيني ولا هندي وكذلك كتمشي كتخدم في هذا الاتجاه. كاين الشاي بطبيعه الحال حتى هو معروف عليه من بين الاعشاب الطبيه اللي كتعاوننا باش الذات ديالنا، خاصه فيما يخص السكريات، باش كنسرعوا من الوتيره ديال التخلص منهم، وما كاينش ما كيتمش الامتصاص ديالهم بواحد الوتيره اللي كتكون سريعه، وبالتالي هنايا بحال كنطلعوا لهم داك لانديس غليسيميك ديالهم، وبالتالي ما كتكونش ديك التاثيرات وما كتكونش ديك السمنه اللي حنا يعني الزياده في الوزن. بالعكس، مع الا بقى النظام ديالنا الغذائي منتظم وليجين دو فيو يعني الحركه والمسائل الاخرى اللي حنا كنديروها مواكبه هي كتكون ممتازه، فبطبيعه الحال كتكون يعني الوزن كنقادو. نعم، غادي نمشيو نتواصلوا هاد المره من بعد اسماء مع ناديه على الخط معنا من سلا. صباح الخير ناديه. ناديه صباح الخير ومرحبا بك. لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. ناديه
عرفتي شحال كنتصل والو ما بقاش قبضت لي الخط. الحمد لله قبضت لك الخط اخيرا ومرحبا بالسؤال ديالك. بارك الله الدكتور رمضاني باغي نسقسي الله يخليك. أيه؟ انا عندي مشكله ديال البطن وليت كنلقى عائق مع الراجل ديالي ولا كيعيطني به وكل شيء وما عرفتش شنو ندير. نعم شنو نادي المشكل؟ عندك وليدات؟ المشكل بان عندك من بعد الولاده؟ عندي الولادة عندي جوج وليدات. أيه؟ بنت الاولى والثانيه والوليد قيصري. قيصريه. أيه. قيصريه. دابا شنو بقى عندك مشكل ديال السمنه على مستوى البطن ولا ارتخاء ديال العضلات ديال البطن؟ شنو المشكل اللي عندك بالضبط؟ عندي البطن عندي من فوق وارتخاء من تحت. أيه. هذه هي المشكله اللي عندي وما عرفتش شنو الوصفه نتبعها. كنطلب من الدكتور رمضان يعطيني شي وصفه نتبعها ولا كان ممكن يعطيني النمره التليفون ديالو. نعم شحال في العمر ديالك ناديه؟ انا عندي 48 سنه. 48 سنه. اخر ولاده الوليد الثاني شحال دابا في العمر ديالو؟ فوقاش كانت؟ الولد صلاح عندي دابا عنده 15 عام. الولاده الثانيه؟ آه. 15 عام. 15 عام. نعم. ولكن من الاولى حتى ضعفيت وداك الشيء وما عرفتش كيفاش حتى زادت في الوزن. أيه. وكنت قالوا لي خدي بالنسبه للحب الرشاد مع الحليب في الصباح وفي الليل. أيه. مني كناخذو عرفتي كنحس براسي كنتنفخ وما كنحش براسي حتى هاد الايام. قالت لي واحد السيده شنو كديري؟ قالت لي راه هو اللي كينفخ. نعم. ما عرفتش دابا شنو غنعمل. كنطلب من الدكتور الله يجزيه بخير ينصحني لان وليت كنجبر عائق مع الزوج ديالي. نعم واخا ناديه مفهوم وشكرا لك الف شكر تواصلتي معنا ناديه من سلا. شكرا لك. نعم ناديه بغى التليفون ديالو. واخا ما تقطعيش ناديه رجعي لعند سميحه وتعطيك رقم الهاتف الخاص بالدكتور عبد الخالق الرمضاني وهكذا بامكانك انك تواصلي معاه. شكرا لك ناديه. تفضل دكتور. هنا بطبيعه الحال هذه من بين الحويجات اللي كتكون المشكل ديال البطن. داك ملي كنهضروا على السمنه بطبيعه الحال دايور المشكل داك الانتفاخ ديال البطن كيبقى من بين المؤشرات اللي حنا كناخذوها بعين الاعتبار ملي كنهضروا على السمنه ومدى امكانيه ولا احتمال التاثير ديالها على الصحه مثلا العلاقه ديالها مع واحد لو سندروم اللي كيعرفوا جميع الاخوه الاطباء اللي هو السندروم ميتابوليك. عفوا. إذا هنا بطبيعة الحال حيت ملي كنهضروا على السمنة بطبيعة الحال كنهضروا على الدهنيات وفين متمركزة. كتمركز مثلا عندنا في البطن في الصغال في الداخل في البطن يعني هنا هما. شنو التفسير اسمح لي دكتور عبد الخالق شنو التفسير بحيت كنلقاو ناس السمنة مثلا الإنسان في الجسم ديالو كيبان لك عادي والسمنة كله يعني كتمركز في البطن يكون هو المركز ديال السمنه. بطبيعه الحال هذا انواع حيت السمنه من انواع. السمنه انواع يعني وخاصه كما ذكرتي على حسب فين كاينه هذه السمنه. هذا الشيء علاش؟ الا كانت في الكرش شنو التفسير ديالها؟ الا كانت في الكرش معنيتها على انه وهذه هي اللي كتكون عندها تاثيرات تقدر احتمال ديال انها تكون عندها تاثيرات سلبيه وهي اللي كنتخوفوا منها اكثر. وهي اللي كنحاولوا ما امكن ان احنا نديروا معها واحد الاجتهاد اكبر. في باش ناخذوها ب يعني باش نحسنوها. ربما هنايا كتبغي واحد العمل اكثر. هنا فيما يخص مثلا بعض المرات انتفاخ البطن بطبيعه الحال لما كانش عنده مشاكل مع ما كنهضروش هنا على المشاكل اللي عنده مع الكولون ولا مع الامعاء. هنا بطبيعه الحال كنهضروا على السمنه اللي كتكون ذاك الارتخاء ديال العضلات بواحد الشكل كبير ديال 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 البطن. هنا بطبيعه الحال كاين واحد بالاضافه الى الحميه بالاضافه الى واحد كاين واحد الطرق ديال التعامل بالانقاص هذيك الدهون. وبالاضافه الى ذلك ربما غادي في شي حلقه من الحلقات يعني من ذوك الفيديوهات اللي حنا كنصوروا نحاولوا نصوروا واحد النصائح بسيطه إيه. على كيفيه التخلص من البطن بطرق بسيطه يعني في المده تقريبا ولكن يكون واحد العمل تقريبا يومي لسبعه دقائق تقريبا يعني والمتابعين ديال موقع لاله مولاتي فويما ينضبطوا معنا بهذيك سبعه دقائق وديك سبعه دقائق ماشي يعني وحنا غادي نشوفوا شي نعم. شي واحد اللي غادي يدير لنا هاد لا ديمونستراسيون نعم وغيكون معنا قبل وبعد قبل ومن بعد وبطبيعه الحال وغادي نشوف يعني كتعطي يعني بتجربه نتائج ممتازه. هنايا غير كيفما ذكرت كيكون واحد الالتزام في الاول كتكون صعيبه النهار الاول الثاني الثالث من بعد كنولفوها كتولي عندنا واحد جوج دقائق في الصباح ثلاثه مع 12 اربعه
دقائق مع يعني ماشي مده كبيره. هنا غير المشكل ديال البطن وكتعطي نتائج اللي كتكون ممتازه بزاف. اذا كما ذكرت هي بطبيعه الحال يعني كتكون عندها واحد التاثير، واحد العدد كبير من التاثيرات اللي ما نلخصوهاش مثلا في العلاقه الزوجيه، يعني عندها واحد التاثيرات حتى حتى صحيه. يعني نبغي تشوف على انها مهمه ليها هي لذاتها لصحتها قبل ما تشوف مع الزوج ديالها المشكل فين. اذا يكون العمل في هذا في هذا في هذا الاتجاه اكثر، وبالاضافه الى ذلك يعني ما كيمنعش على ان نقدروا نضيفوا في نفس الفيديو نضيفوا مثلا واحد الكريمه اللي كتعاوننا باش نتخلصوا، حيت كاين زيوت اساسيه اللي معروف عليها على انها لي بوليتيك، معنا كتعاوننا لاذابه الدهون اللي كنستعملوها من بعد هاد الحركات هادو اللي حنا غنبداو نديروهم، واللي كتسرع علينا من الوتيره للتخلص من هاد المشكله. نعم، وقريبا جدا نصور هاد الفيديو ان شاء الله رفقه الدكتور عبد الخالق الرمالي، وغادي تلقاو متاح من خلال موقع lalamulati.ma، كتضغطوا فقط على صحه وجمال وكتلقاو الفيديوهات مصوره، وان شاء الله حنا مباشره لما غادي نحطوا الفيديو في الموقع غادي نعلموا عليها ان شاء الله في برنامج صحه وسلامه. نمشيو نستقبلوا هاد المره في مكالمه معنا من بعد ناديه من سلام. معنا سارة على الخط من بني ملال، مرحبا بك سارة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا أختي على البرنامج. العفو سارة، مرحبا بك. مرحبا بك سارة. عافاك، بغيت شي وصل زيادة في الوزن، مع العلم عندي داك سميتو عند إعراض ديال القولون العصبي. عندك مشكل القولون العصبي؟ أييه. كيبان لك نقص في الوزن. اي وكتاخدي الدواء كتاخدي العلاج على القولون العصبي ساره؟ كنت خديت شي كيمات ولكن زعما الوزن ديالي بقى هو ما مازال عندي المشكل ديال القولون العصبي. نعم، والماكله ديالك ساره كيف عامله؟ هي عاديه، وبعد مره ما تكونش عندي الشهيه ديال الماكله. نعم، كتاكلي في الوقت ولا لا؟ لا تناكل في الوقت. كتاكلي في الوقت؟ مره ملي كنت عندي مثلا الشهيه ديال الفطار ما نقدرش نفطر. تقدري ما تفطريش؟ نعم. نقدر ما نفطر حتى 10 11 يعني ما كتاخذ ديك الشهيه. نعم، شحال في العمر ديالك ساره؟ 23 عام. وشحال عندك في الطول والوزن دابا شحال؟ الطول 57 متر 57. اييه. والوزن 42. 42 واخا. نعم. واخا ساره نجاوب على سؤالك ان شاء الله. وشكرا لك. العفو، شكرا لك ساره. شكرا تواصلتي مع المكين ملال. اذا المشكل ديال القولون العصبي وقالت على انه هو اللي عطاها نقصان على مستوى الوزن، متر 57 على 42 كيلو 23 سنه. نعم، انا جو رياجي. بزاف الناس كيعانيو من السمنه ويضعفوا. نعم، وبزاف الناس عندهم نحافه كيبان لهم راسهم على انهم ضعاف. بغاو الغلط. هنا قبل ما نهضروا على الضعف ولا الغلط، هنا مزيان انك داكشي علاش مزيان يكون واحد استشاره ديال المختص. المختص علاش؟ لانه حتى ملي كنعبروا الانسان ملي كنشوفوا في مثلا شحال لكن على السبب كناخذوا واحد عدد كبير ديال المعطيات كما ذكرتها شحال هذه اللي منها مثلا الطول ديالو الوزن ديالو كذلك المعدل ديال حتى المعدل ديال الوزن وسط العائله ديالو حتى هو راه كيبقى مهم. يعني هذه مساله مهمه. بزاف يعني ما يمكنش لينا مثلا واحد الإنسانة اللي العائلة المعدل ديالهم مثلا ذاك الأيام سي 25 يعني هذا هو الوزن ديالهم العادي تقريبا. أيه. وهي باغا توصل لديك 21 22 21 ولا 20 يعني أولا واحد باغا توصل لواحد الوزن اللي ما عمرها ما كانت فيه ولا ما عمره ما كان فيه. أنا بطبيعة الحال يعني واحد العدد كبير ديال المعطيات اللي كناخذوها بعين الاعتبار، كذلك ملي كنشوفوا الأخبار ديال الإنسان ملي كنعبروا كناخذوا بعين الاعتبار شحال عنده النسبة ديال الدهنية الدهون في الذات ديالو، شحال عنده النسبة ديال العضلات ديال العظام فين كاين متوزعة كيفاش متوزعة هذيك الدهون وهذه يعني هذه المعطيات هذه مهمة هي اللي كتخلينا كنقول واش هذا الإنسان فعلا خاصو ينقص ولا خاصو يتزاد، لدرجة أنه بعض المرات كنلقاو على أن إنسان يعني في واحد الوزن اللي هو كيبان انه ضعيف بزاف، ملي كنجيو كنشوف كنلقاو عنده النسبه ديال الدهون طالعه بزاف. يعني كنقول لدرجه كنتسالوا فين هما العضلات، يعني هذا يعني هنا كنطيحوا في واحد الاشكاليه. هذا الانسان خاصو يضعف، خاصو يحيد الدهون، ولكن في نفس الوقت ما خاصوش خاص الوزن ديالو يبقى هو هذاك، يعني خاصنا نطلعوا ليه العضل. يعني راه لا بريزون شارج في ملي كنهضروا على الوزن ماشي بديك السهوله اللي كتبان. هنا بالنسبه للاخت مزيان انها تكون واحد الاستشاره كما ذكرنا ديال واحد المختص، علاش؟ باش نعرفوا هذه المعطيات هذه واش فعلا الوزن ديالها ناقص او لا. ولكن ما كيمنعش لانه على حساب شويه ديال المعطيات اللي عطاتنا ربما كاين واحد
خاصة واحد لا بريزون شارج في الاتجاه. أول حاجة هو أنه تحاول ما أمكن يعني النصيحة اللي نوجهها لهم مباشرة هو أنها تقاد الماكلة ديالها تقادها من حيث الفطور في 11 دكتور عبد الخالق ملي كنفوتوا في 11 ملي كنفوتوا العشرة ولا الغداء يعني أنا نفضل الإنسان اللي فات العشرة أنهم ما يفطرش نفضل على انه ولا يعتبرها واحد الوجبه كما نعم وبالتالي غيولي عنده ديكالاج حتى في الغداء حتى في العشاء غيولي عنده بطبيعه الحال وحتى النوعيه ديال الحويجات اللي غادي ياكل غادي تختلف يعني ما غاديش يبقى ياكل ذاك الحويجات اللي هو محتاج لهم بطبيعه الحال باش يبقى الوزن ديالو صحي ممتاز بلا ما نساوه كذلك واخا هي كيبان ليها الوزن ديالها ناقص راه ما نساوش الاهميه كذلك ديال الحركه ديال النظام ديال الرياضه وديال الحركه الرياضيه ربما هنا عارف بين قوسين المشاكل اللي كنشوفوها دابا مزيان فعند الناس اللي كيديروا الرياضه هي ديك التناول بالكثره ديال ديك المكملات ديال المكونات اللي كيضيق الانواع ديال البروتينات اللي ولا الاقبال ديالها ربما تكون اما مسحوق ولا حبوب ونتمنى يكون واحد الموضوع يعني شي حلقه اللي نتناولوا فيها هذا الموضوع هذا بالضبط لانه فيه مشاكل كبيره ويعني تاثيرات صحيه كبيره كذلك بالبيض الاعشاب الطبيه اللي تقدر تستعملها الاخت يعني مثلا كان الحلبة ماشي حيت هي محفز للشهيه لا فهي كذلك لانها كتعاوننا باش نقادوا واحد العدد كبير ديال الحويجات اللي يكون عندنا في الذات ديالها من الهضم والامتصاص يعني كتنفعنا في هذا الاتجاه اكثر ما هي كتحفز لينا الشهيه ولو انها كذلك بالاضافه الى انها عندها كذلك هذه الخاصيه ولا هذه المنفعه هذه اللي هي تحفيز الشهية. شكرا لك دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه الف شكر لك. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه وغدا ان شاء الله غادي يجمعنا موعد جديد دائما مع مواضيع اللي كتهم الصحه والسلامه ديالكم. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون. شكرا لصابر فندى رفقني في الاخراج وسامح عشوبي مشكوره كانت في استقبال مكالماتكم. بقيت اوقات طيبه وممتعه قضيه اكيد رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم ميد غاديو. الى اللقاء.